كل سنة وحضراتكم طيبين، بنعيد عليكم وبنعيد على الأمة الإسلامية. النهاردة وقفت عرفات، أيام مفترجة، ربنا رب إن شاء الله يكملها على خير. وبكرة في يوم العيد زي ما احنا بنحتفل بالعيد نحتفل بمنتخبنا الوطني اللي في مهمة في منتهى الأهمية وننتظر منه الكثير بإذن الله. قبل ما ياخد أخبار المنتخب وقبل ما أدخل في أي تفاصيل، أنا معايا على التليفون وليد مهدي المنسق العام لمنتخبنا الوطني علشان معانا من قبل ما نبتدي عشان نعرف كل التفاصيل. وليد اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا ابراهيم، بسلم عليك وعلى كل مشاهديك، وكل سنه وانت طيب وكل الامه الاسلاميه بالخير، ويا رب يقضي عليهم باليمن والبركات كده، وعيد اضحى سعيد على كل الامه الاسلاميه وعلى كل المصريين في شتى بقاع الارض. طمني على الاخبار، اخبار منتخبنا الوطني، وانتوا عاملين ايه هناك في المعسكر؟ الحمد لله، انا يعني احنا وصلنا هنا من يومين اثنين. طبعا كان التدريب على ملعب الجامعه، ده ملعب ابراهيم على طريق مفتوح يعني. فاللفته الايجابيه اللي عملها مستر برادلي ان هو سمح للجمهور بالحضور كانت حاجه طيبه جدا. حتى الناس اللي غنيين امبارح قالوا ان ده حاجه جديده، لاول مره فرقه تيجي بتلعب منتخب غانا وبيسمح للجمهور بحضور التدريب. فده كان شيء ايجابي، وقال ده فعلا مدرب محترم ومحترف باللفظ كده. صحيح. الثاني علاء، احنا برضو من خلالك بشكر كل الجلسه الاعلاميه المتواجده هنا الضخمه جدا 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 اللي حضروا معانا على مر اليومين اللي فاتوا، وان شاء الله التدريب الرئيسي بامر الله النهارده الساعه 4 على استاد بابيار اللي هو يقام على المباراه. ودلوقتي الاجتماع الفني هيبدا بعد شويه للمباراه برضو، وان شاء الله يعني عاوز اقول لك كل حتى المناسك الطيبه للعيبة بيطبقوها، سواء الصيام وقفة عرفات، كل ده يعني حاجات مواظبة عليها اللعيبة بشكل كبير جدا. التركيز والانضباط هو شعار المنتخب من يوم ما جينا لحد دلوقتي، واعتقد ربنا يكرم ربنا. ووصل برضه النهارده المقر إقامة المنتخب الوزير كابتن طاهر أبو زيد الساعة 8 صباحا، ووصل لفندق الإقامة وهو متواجد معانا حاليا. طيب انا بسالك على ما يتعلق بالصيام، في اخبار قريناها انه باب برادلي ساب الحريه، حريه الصيام من عدمه لنجوم منتخبنا الوطني، هل ده صحيح ولا لا؟ باب برادلي قال هذا شان دخيلي، كل انسان يعيش بحريته بالطريقه اللي هو شايفها صح، وساب الموضوع ده، وده قرار داخلي للعيبه. ويا ابراهيم يعني خلينا نتكلم معاك في نقاط اهم من الاساسيات والفرعيات، نسيبها كل ده شيء بيبقى بين الانسان وبين ربنا، واستعينوا على قضاء حوائجكم طيب. عايز اسالك على الاجتماع الفني، والمفروض في الاجتماع الفني ده هيتم الاتفاق على ايه؟ والله هو الجانب الغاني بصراحه من اول ما جوهم برضه من خلال حضرتك بنشكرهم على حسن الاستقبال والتامين، شيء مهم جدا، تامين على اعلى مستوى. وكان لهم طلب دايما ان يكون معاهم حد متواجد بصفه دايمه لتنسيق الجزئيه ديت، سواء الكابتن سمير عدلي او انا، بنتناوب على الشان ده. فحضر الاجتماع هو الكابتن سيد زاهر ورئيس البعثه والكابتن سمير عدلي، توجهوا لمقر اقامه المراقب، وهيكون الاجتماع للاتفاق على كل النقاط بكره الخاصه بالمباراه، سواء اللبس والحكام وتطبيق مبدا الفير بلاي والسلام والعلم، كل ده الحاجات اللي هي طبقا. طب وليد بحكم الخبره، يعني منتخب مصر ايه اللبس الرسمي اللي ممكن يكون بحكم الخبره؟ انا ما بقولكش تقول لي يعني اللي في الاجتماع الفني، لانه عارف انه ده لسه مش بايدك بعد الاجتماع الفني، لكن ايه اللي ممكن يكون؟ احنا ابراهيم عندنا لون اساسي الاحمر ولون احتياطي الابيض. اول حاجه بتحط اللون الاساسي بتاعك، والافضليه بتبقى لصاحب الارض. لو حصل تعارض بنحتاج لصاحب الارض. فهذا الشان بامر الله يعني مش هيبقى فيه مشكلة. ولو تقدر برضو نتواصل مع بعض من خلال وليد قاسم أو حد بإذن الله نعرفك، يعني بأمر الله بكرة منتخبنا سواء لبس اللون الأحمر أو اللون الأبيض هو ده لون منتخب مصر بكرة بإذن الله. إذا لا مشاكل متعلقة بالإقامة، لا مشاكل متعلقة بالتدريبات، لا مشاكل أيضا فيما يتعلق بصيام اللاعبين، أيضا لا مشاكل فيما يتعلق بتأمين البعثة، كل الأمور على خير حتى الآن الحمد لله بإذن الله. وده فعلا التصريح اللي حضرتك قلته بلس يضاف
لهذا من اول ما وصلنا، وهو الانضباط والتركيز الشديد جدا واللي انا شايفه في عيون اللعيبه كلهم بلا استثناء. فعلا يعني انا واثق وحاسس بامر الله ربنا سبحانه وتعالى ان بكره والتعب والمجهود وتوفيق ربنا ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره. ودعوات كل المصريين النهارده ابراهيم، يا ريت وقفه عرفات كل الناس تدعي لمنتخب مصر ان شاء الله. متعودنا دايما محتاجين حاجه تفرحنا، ويا رب يكون منتخب مصر هو بكره سبب في الفرحه دي باذن الله ان شاء الله باذن الله. حتى هتفرحونا وهتفرحوا مصر كلها ان شاء الله باذن الله. وليد يعني تحياتنا لكل كتيبه نجوم منتخبنا الوطني. الو اتفضل يا وليد. انا بس عاوز من خلال حضرتك توضح للساده المشاهدين ان المباراه الساعه 4 بتوقيت غانا هنا ان شاء الله، 6 بتوقيت هو طاقم الحكام من المغرب. اعتقد بقى حضرتك توجه هيتفرجوا ازاي حضرتك احسن يعني تقول هو على احدى القنوات المستقبل، ولكن ايه اللي هيوصل لها هيتم الاعلان المتابعه انت ان شاء الله باذن الله. طيب وليد في خبر قريته في الاهرام، كويس انه شيء بشيء بيذكر، انه بعثه التلفزيون المصري كانت تعرضت للاعتقال، كانت رهن الاعتقال بسبب تصويرها لبعض اللقطات من معسكر المنتخب الغاني. الامور تمت على خير، خرجوا خلاص ولا لسه في مشاكل في الموضوع ده لو عندك معلومه؟ المعاني كبيره قوي يا ابراهيم، المعاني كبيره قوي. معاني الاعتقال بنقول حاجات كبيره قوي يعني احتجاز، يعني احتجاز احتجاز ها خلينا نقول احتجاز عشان يبقى خلينا نقول احتجاز. انا مستمع حضرتك. بقول لك خلينا نشيل اعتقال ونخليها احتجاز. يعني لا، هو القصه كلها ايه يا كابتن؟ هو احنا كقناه او كاي كاميرا تلفزيونيه هم الناس متعوده علشان حد يروح لهم تدريب يستأذنوه من الاول، انت معايا؟ الناس راحوا بطيب خاطر كده وصف ونيه عاوزين يجتهدوا ويعملوا طبق ويشوفوا تدريبات المنتخب الغاني، فبالتالي قالوا لهم انتوا يعني استاذنتوا من مين او مين اللي قال لكم تحضروا؟ حصل هذا القبيل، ولكن تدخل السفير ورئيس البعثه وانتهى الموضوع على خير. طيب هي دي الرساله يا ابراهيم، هي دي الرساله الاعلاميه ان احنا بنحاول وما يكونش في ادنى مشكله للبعثه الاعلاميه، كله جاي يشتغل وكله جاي يتعب وكله عاوز يعمل حدث، بس لازم الطرف الاخر يكون على علم وعلى درايه ورايح بالقوانين اللي هي تتيح ليك انك تاخد حقك بدون ما تجور او تيجي على حق حد. صحيح، انا بشكرك شكرا جزيلا وليد مهدي المنسق العام لمنتخبنا الوطني والمتواجد في غانا. على الجانب الاخر وانا لسه بتكلم على اخبار منتخبنا الوطني، معايا على التليفون الصحفي بالمصري اليوم الاستاذ بليغ ابو عايد. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذنا، وكل سنه وحضرتك بخير، وكل الامه الاسلاميه النهارده بالف صحه وسلامه يا رب. يا رب دايما. بسالك على الاجواء، اجواء ما قبل المباراه، وكيف رصدتها بكلماتك في الجريده في الصحيفه، والرسائل اللي دايما بتاخد بالك منها اول ما كنت موجود في غانا وبتتابع تدريبات منتخبنا الوطني. بس بالبدايه يعني نتمنى النهارده زي كل الشعب المصري ان شاء الله يا رب المنتخب المصري كده يقدم احلى عاديه للناس كلها ويحقق نتيجه ايجابيه تفرح الناس كده، وبتخلي المنتخب يلامس التاهل لكاس العالم وسهل مهمتنا ان شاء الله في مباراه العوده بالقاهره. يعني ابرز حاجه كانت في المنتخب اللي هو كان امبارح، كان المران اللي يعتبر المران الرئيسي اللي هو استقر فيه زي ما قال براد على نسبه 90% من التشكيل الاساسي، او يعني قال انه خلاص يعني هو النهارده استقر ب 100% على التشكيل. كان ابرز حاجه امبارح طبعا ان هو احنا في الملعب اللي بتمرن فيه ملعب جامعه نكرومه ده متواجد، يعني احب اوصف لك الملعب يعني ملعب صغير متواجد بجوار طريق سريع يفصل عنه سور صغير كده حديدي، الجمهور كله اللي غني بيدخل ما فيش اي مشكله فيه، ما حدش بيقدر يصدرني، لكن هم في نفس الوقت جمهور محترم. اللفت للنظر ان هو في جماهير غنيه بترفع الاعلام المصريه، وانت ممكن يعني معانا على وانت معانا على الهاتف وبتقول ده يا استاذ بليغ الصوره عندنا هي للناس الكابتن محمد ابو تريكه، عمرو زكي، شيكابالا، وائل جمعه، الجماهير الغنيه يعني جماهير يعني مثاليه في التشجيع. احنا شفنا الجماهير متقبله انها جماهير غنيه تشجع وترفع العلم المصري، مفيش اي مشكله. امبارح كان ابرز حاجه يعني اللي هو اللي كان ظاهر ان هو الاماكن اللي هي ما كانش لسه استقر عليها بشكل نهائي، الكابتن برادلي قال بيدفع بحسام غالي ليبرو صريح عشان تخفيف الضغط والسرعه المتوقعه للمهاجمين، او يلعب بيه كليبرو متقدم يستفيد منه في وسط الملعب بالعمل المساعد ده. اعتقد ان هو استقر على ان هو
استفاد منه في ما هيلعب هيدفع فيه في وسط الملعب المدافع، مش هيعتمد على فكره الليبرو الصريح. برضك استقر، يعني كان هي الحاجات اللي ما استقرش. طيب يعني استاذ بليغ، ارجو بس انك تسمح لي ان انا اقاطعك لانه واضح ان انت مش سامعني. استاذ بليغ، استاذ بليغ عايز اسال حضرتك سؤال فيما يتعلق بالملامح الاساسيه لمنتخبنا الوطني. واضح ان انا عندي مشكله فيه، ما بيقدمش مستوى جيد مع المنتخب. برضك استقر على الكابتن سيد معوض علي الافضليه على محمد عبد الشافي، ده ابرز حاجه بالنسبه للاماكن اللي هو ما كانش استقر عليها الصفه النهائيه الكابتن ابراهيم. استاذ بليغ يعني عايز اسالك على الملامح الاساسيه اللي رصدتها لمنتخبنا، تشكيله منتخبنا الوطني اللي ممكن باب برادلي باذن الله يستعين بها في الغد. يعني هو من خلال متابعه للتدريب اقدر اتوقع ان هو يبدا بشريف اكرامي، احمد فتحي، محمد نجيب، وائل جمعه، سيد معوض، حسام غالي، محمد المني، حسام عاشور، كابتن محمد ابو تريكه، محمد صلاح، ومعاهم وليد سليمان. كان براس حربه صريح في المباراه دي. يعني احتماليه ان عمرو زكي يبقى موجود انت شايف انه هيبقى صعب؟ لا، هو ما توقعش انه هيبدا باي حد. حتى امبارح انه كان محمد جده ما شاركش في التمرين، كان اصيب بنزله برد، وجهاز الفني قدم ان هو راح على دكه البدلاء. الظاهر واضح من خلال التدريب ان هو مش هيبدا براس حربه صريح. طيب هل حصل ما بينك وبين اللعيبه اي محادثات فيما يتعلق بالمباراه؟ اخذت منهم تصريحات فيما يتعلق بفكره النتيجه، يعني منتخبنا الوطني الناس بتقول عايز يطلع بنتيجه ايجابيه، النتيجه الايجابيه من وجهه نظره ممكن تكون التعادل، هل اللعيبه في دماغها فكره التعادل ولا لا بيفكروا في المكسب؟ والله يعني انا بشد بالكابتن بوب برادلي وثقته الكبيره، انا يعني انا مش جاي العب هنا الا على الفوز، لو لعبت على التعادل اخسر، وهو الكلام اللي باكده على لعيبه ان احنا هنا جايين لفوز، لو لعبنا على التعادل هنخسر. كل تصريحات سؤال لوسائل الاعلام المصريه والغنيه تاكيد ان هو قادم الى غانا للفوز. هو بياكد حتى ان هو تصريحات الاستفزازيه هنا للمدرب الغاني، هو بياكد ان هو يعني المصريين سينالوا هزيمه ثقيله هنا، بياكد ان هو الرد علينا يكون في الملعب. الروح بتاعه الكابتن برادلي دي انعكست على اللعيبه، اللعيبه يعني فيها اصرار، عندها امل انها تحقق نتيجه ايجابيه تفرح بها الشعب المصري. الحاجه الثانيه ان هو زي ما انت عارف ان هو الجيل اللي هو حقق بطوله افريقيا، هو الفرصه الاخيره ليه ان هو يصعد لكاس العالم. اعتقد ان هو فيه يعني لا رغبه واصرار كبير، اللعيبه كلها كانت بتتابع المباريات التصفيات، وعندها امل ان هي مصر كمان اللي هي تنضم اليهم. ابرز حاجه هنا برضك يعني في هنا قبائل الاشانتي هنا كانوا يعني في البعض انها ما تستندش منتخب غانا، الاتحاد الغاني راح قعد معاهم مع الملك لقبيله الاشانتي، هو اكد ان هو هيكون لاعب الرقم 12 في منتخب غانا، وهيأيد وهيكون كل طموحه في المباراه، واللي يحب يسمعه انه هدف هدف هدف. هنا ملك قبيله الاشانتي يعني مهم جدا بالنسبه لهم، شخصيه قويه ان هو اللي بيبقى له الدور هنا السيطره على الجماهير في كوناتي. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. السيد بليغ ابو عايد الصحفي بالمصري اليوم، وانا بيسعدني ان انا اتلقى الهاتف ده من واحد من نجوم مصر الحقيقه، ودايما كنا بنبقى مستنيين مداخلته، مدير الفني لنادي الزمالك كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي اهلا وسهلا بحضرتك. خير يا استاذ ابراهيم، ومبروك عليك برنامجك الجديد، وربنا يوفقك باذن الله. ربنا يبارك فيك يا رب يا كابتن. الله يخليك حبيبي. طيب انا ما هاخد حضرتك فيما يتعلق بالجزء التحليلي لمنتخبنا الوطني، كيف ترى اللقاء من وجهه نظرك كابتن حلمي طولان؟ اكيد لقاء مصير، يعني لقاء مهم جدا بالنسبه لمنتخبنا، وزي ما مهم بالنسبه لمنتخبنا برضه مهم جدا بالنسبه لمنتخب غانا. يعني يمكن السنوات السابقه كانت نتائجنا مع غانا بتصب في صالح منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته اخر بطوله، ولكن فريق غانا فريق لا يستهان به، وفريق قوي جدا، عناصره مميزه جدا. احنا عندنا في مصر برضه مشكله كبيره قوي ان ما فيش بطوله بتتلعب، ما فيش مسابقه بتتلعب. صح، عشان كده انا يعني انا اعذر تماما الجهاز الفني واعذر اللاعبين، لان عدم وجود مسابقه رسميه واحتكاك رسمي ده بيقلل تماما من المستوى الفني والمستوى البدني للاعبين. يعني ما اعتمدش على ان لعيبه الزمالك او لعيبه الاهلي بيلعبوا كل 15 يوم مباراه او بيتدربوا بصفه مستمره. العمليه لا، العمليه ابعد كتير من كده. العمليه بتحتاج
مسابقه، المسابقه هي اللي بترفع المستوى، مباريات متتاليه هي اللي بترفع المستوى، فانا اعذر تماما منتخبنا الوطني. لكن احنا دايما بيبقى عندنا امل، عندنا ثقه كبيره في اولادنا وفي منتخبنا وفي الجهاز الفني بتاعنا، وعندنا امل كبير في انهم يحققوا باذن الله بكره نتيجه ايجابيه. يعني جزء تحليلي كده كابتن حلمي وحضرتك، يعني في الشق ده ما شاء الله عليك، جزء تحليلي ما يتعلق بالمباراه، الافضل انه يبقى منتخبنا الوطني بيلعب بليبرو ولا باربعه؟ الناس بتتكلم على موضوع السرعات في الفريق غانا، يعني فكره حضرتك يروح لانهي اتجاه؟ شوف حضرتك، اولا الكلام ده كله كلام انا بسميه كلام مصاطب، معلش يا ابراهيم، يعني ده كلام انا ولا الكلام اللي بيتسال؟ الكلام اللي بيتقال. لا طبعا كلامك انت، لا ربنا يخليك، لكن انا بقول ده كلام مصاطب. يعني انا فرقه بتلعب كل مبارياتها بقى لها سنتين ثلاثه بتلعب 4-4-2. هل هاجي في المباراه اغير سيستم لعب كامل في مباراه وفجاه كده؟ وبعدين خليني اقول لك ان ما فيش طريقه احسن من طريقه التنفيذ هو كويس التنفيذ. خبال حضرتك ما فيش طريقه افضل من طريق. كل الطرق كويسه لكن المشكله في التنفيذ. فممكن العب بثلاثه ورا وبرضه يبقى خط الدفاع مش كويس. صح. يبقى في ثغرات. ممكن العب باربعه وابقى مقفل كويس جدا، بتعتمد اعتماد كلي على التنفيذ ده. والالتزام بالواجبات والالتزام بالتنفيذ فقط. ما فيش طريقه بتزود فرقه واحد او بتنقص فرقه واحد. مفيش طريقه 4-4-2 بتخلي الفرقه 12 ولا طريقه 5-2 بتخليها 12. لا تقصد يا كابتن انه ما يتعلق بالخطه دي ما هياش تابوهات، لا دي حاجه مرنه جدا متعلقه باللقاء وسيناريوهاته، بتعتمد اعتماد كلي على تنفيذ اللاعب وقدره اللاعب على التنفيذ. لكن ما تقوليش طريقه 3-4-3-5-2 احسن من 4-4-2، مفيش كلام من ده خالص في الكوره ولا كلام من ده في علم التدريب. لا، فيش طريقه احسن من طريق، في تنفيذ احسن من تنفيذ، واخد بال حضرتك؟ تنفيذ افضل من تنفيذ. فانا ضد الفكر ده وضد هذا الكلام ان انا الماتش ده العب بليبرو عشان مش عارف ايه. لا خالص. طب انا ممكن العب 4-4-2 وبرضه يبقى في عمق، واخد بال حضرتك؟ بحاجات كتيره جدا. طيب من وجهه نظر حضرتك التنفيذ الافضل لمنتخبنا الوطني وهو بيلعب على الخطه بتاعته المعتاده 4-4-2، ولا زي الكلام اللي حضرتك وصفته بانه كلام خطب انه لا ده لو لعب ب 3-5-2 ممكن يكون تنفيذه افضل؟ انا في رايي المنتخب لعب 4-4-2 وكسبان كل الماتشات اللي فاتت وكل التصفيات ب 4-4-2 يستمر في هذا الاداء، ويبقى في تركيز بس من خط الظهر، عملية عمل العمق، عملية الترحيل، عملية المراقبة، عملية الضغط على الخصم وعملية التغطية، كل ده ممكن في 4-4-2. يعني ممكن كل الكلام اللي بينفذ في 3-5-2 ينفذ برضه في 4-4-2. طيب يعني عايز اسال حضرتك في الجزئيه المتعلقه بخط الهجوم، اصلا انا عايز استغل ان انا معايا كابتن حلمي طلال. لا اتفضل، تحت امرك. ما يتعلق بالهجوم، هل شايف انه منتخبنا الوطني يبتدي براس حربه صريح ولا يلعب على نفس الخطه زي ما كان معانا استاذ بليغ ابو عايد وقال انه الاحتمالات اكتر تصب في مصلحه اللاعب بفريق بعدم وجود راس حربه صريح؟ براس حربة صريح. اه والله انا ليا وجهه نظر برضه، يعني احنا مش برشلونه يعني برضه. يعني الفرقه الوحيده اللي في العالم اللي بتلعب بهذا الاسلوب هي برشلونه. بتلعب في عدم وجود راس حربه ثابت او راس حربه بتختلف الامكانيات وبتختلف القدرات وبتختلف الفنيات وبيختلف الفكر تماما، لان مش بس راس الحربه في برشلونه هو اللي بيجيب اجوال، لا ده كل الفرقه ممكن تجيب اجوال. لكن احنا عندنا، يعني انا ضد الكلام ده، يعني انا برضه محتاج مهاجم، محتاج مهاجم جيد يستطيع التعامل داخل منطقه الجزاء، محتاج ممكن لو لعبت الثلاثة على قدام محتاج اثنين يفيدوا عمليه الاختراق، عمليه المراوغه، عمليه الاحتفاظ بالكوره، ده يبقى مهم جدا. لكن العب باسلوب برشلونه في امكانيات غير امكانيات برشلونه، انا ضد الكلام ده. العب حسب امكانيات فرقتي وحسب المتاح ليا من لاعبين، وانا افضل ان انا العب براس حربه وتحتيه اثنين مميزين في عمليه الاختراق وعمليه التصويب وعمليه المراوغه، ده يبقى شيء جيد.
تفضل مين من رأسات الحربة اللي موجودة في القائمة بتاعت منتخبنا الوطني؟ وأعتقد إن في عمرو زكي، في جدو، في أحمد حسن مكي بتاعي، مين تاني يا إبراهيم؟ فكرني كده في حرب، في جدو وعمرو زكي، يعني قولوا لنا فوق يا جماعه، انا مش متذكر. واحمد عيد عبد الملك، بس احمد عيد عبد الملك مش راس حربه صريح، ما بيلعبش فيرود يعني. طيب، ممكن يلعب افطرت. لا يعني انا افضل ان عمرو زكي. عمرو زكي عنده خبرات كبيره جدا في البطولات الافريقيه. اعتقد ان هو كمان راس حربه محطه جيده، ممكن الاثنين اللي تحت يسندوا عليه بشكل كويس. فانا افضل طبعا عمرو زكي في المكان ده. اخر حاجه، توقعاتك، او بلاش توقعاتك، خليها تمنياتك تكون افضل. طبعا احنا بنتمنى كلنا كمصريين وكلنا في هذا المجال ان منتخبنا يوفق تماما في عمل نتيجه ايجابيه، ويرجع باذن الله بنتيجه ايجابيه يعني تبقى داعم ليه في لقاء العوده باذن الله، اللي اعتقد ان هيكون بحضور جماهيري، والجماهير لها مفعول السحر مع لاعبي منتخب مصر باذن الله. اتمنى لهم التوفيق، اتمنى التوفيق ل الجهاز الفني في اختيار التشكيله المناسبه، في الاعداد الجيد، الاعداد النفسي والمعنوي للاعبين قبل المباراه. اتمنى لهم التوفيق باذن الله، ويرجعوا لنا بنتيجه ايجابيه باذن الله. واحنا كمان بنتمنى لحضرتك التوفيق كابتن حلمي طولان، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل سنه وانت طيب. كابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي الزمالك كان معانا في تصريحات في منتهى الاهميه، بنشكره عليها شكرا جزيلا. هناخد فاصل، وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم في بث مباشر والفتره الرياضيه.